امبارح كنت بحديث مليء بالخبرات مع ارت دايركتور الماني. سالته سؤال توقعت انه بهمكم الاجابه اللي جاوبه. سالته سؤال قلت له شو بيعني لك الرقم 29.7؟ طبعا 29.7 اذا بتعرفوا هو قياس طول ورقه A4، العرض هو 21، الطول هو 29.7. فقلت له شو بيعني لك هذا الرقم؟ قال لي جواب غريب، قال لي جذر الاثنين. قلت له الجذر الرياضي للاثنين؟ قال لي الجذر الرياضي. فقلت له شو العلاقة بين الرقمين؟ فقال لي انه هاي معلومة حصرا الارت دايركتور يلي مهتم بالرياضيات برياضيات الطباعة هو يلي بيعرفها، اما يعني الجرافيك ديزاينرز عادة ما بيهتموا بهيك معلومات، بيعرفوا بس انه قياس A4. طبعا مثل ما بتعرفوا الـ A4 إذا منضاعفها نعمل له ضعف، منحط ورقتين A4 مع بعض بيصيروا A3، إذا منضاعف الـ A3 بيصيروا A0 هي الورقة الأكبر يلي طولها حوالي 11 متر. أوكي، فلما عم بسأله أنه شو العلاقة بين الرقمين جذر الاثنين ورقم الـ A4، قال لي ما بتستغرب من وين اجى الرقم A0؟ هذا قياس الـ A0 او الـ A4، من وين اجى الرقم؟ ليش 29.7 مو 30؟ هل الـ 3 ميل من وين اجت؟ سألته اكيد يعني شو السبب؟ قال لي بتعرف نظرية فيثاغورث؟ اكيد. قلت له اكيد بعرفها، اللي هي انه مربع الوتر المائل يساوي الى مجموع مربعي الضلعين القائمتين. حفظتوها؟ يعني لو عنا مثلث الضلع المائل لو بناخذ الروت، مو الروت، لو بناخذ السكوير تبعه المربع تبعه بيكون هو مجموع مربعين الوترين الضلعين القائمتين. المهم فقال لي انه نحن بنجمع A مع B بينتج عنا، بنجمع A مربع مع B مربع بينتج عنا C مربع. طيب لو نحن قسمنا A مربع على B مربع مو جمعنا هون، شو رح يطلع معنا؟ قلت له بيطلع رقم. قال لي لو هذا الرقم طلع 2 فنحن حصلنا على نسبة أوراق الـ A4 والـ A0 والسلسلة، سلسلة A كاملة. طبعا كنت جدا مستغرب من الموضوع. قال لي حاليا لو بتاخد أي ورقة A4، طبعا نرجع من لكم سلسلة الـ A كاملة، وبناخد اي ورقة من سلسلة الـ A من الـ A0 للـ A8 اعتقد هي، بتقيس طول الورقة وبتقسمها على ارتفاع الورقة الطول على العرض بيطلع عندك الرقم جذر الاثنين. وهي هي علاقة جذر الاثنين. يعني نحن يفترض لو منقسم الرقم 29.7 تقسيم 21 فلح يطلع عنا 1.41 بلا 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 للنهاية، اللي هو بيساوي لجذر الاثنين. طبعا من بعد استمرينا بالحديث عن الرقم جذر الاثنين تحديدا، وكيف تم الوصول لهذا الرقم رقم جذر الاثنين، وكيف تم إضافة، أنا مغرم بالرياضيات بشكل عام، أنا كتير بحب الرياضيات. فوصلنا بالحديث بعدين بعد فترة أنه جذر الاثنين هو أول الأرقام يلي تم العمل عليها لحتى نطلع بشيء اسمه الأرقام الجذرية، يلي هي ما هي أرقام كسرية وإنما هي ولا هي أرقام عشرية. لأنه برجع بقول لما نحن بدنا يكون عندنا الرقم عشري بيكون 1.41 وبيكمل لو منعمل جذر الاثنين. طبعا ممكن نحكي رياضيات نحن بأحاديث تانية، ولكن هاي المعلومة بس اللي كنت حابب لكم اياها. يلي ما بيعرف، وانا تفاجأت من المعلومة بصراحة مبارح، يلي ما بيعرف سلسلة الـ A بقياس الأوراق هي بتعتمد على الجذر الاثنين. هذا كل شي لليوم، باي باي.